بتشتغل علشان تعيش ولا انت عايش علشان تشتغل؟ الشغل بالنسبة ليك ايه؟ يا ترى فكرت في إجابة؟ بالمناسبة الإجابتين بيحملوا منطق عادي. عادي إنك تكون بتشتغل علشان تعيش، وعادي إنك تكون عايش علشان تشتغل، بس النتيجتين بيختلفوا ومعاهم بيفرق تحقيق الإنسان لأهدافه وأحلامه وتغلبه على عقبات حياته اليومية. وهنا بيظهر معنى مهم اسمه احترام قيمة العمل في حد ذاته. احترام قيمة العمل تقدر تعتبره الباب السحري اللي بيخلق وقود الإبداع في أي عمل، ووقود الإبداع ده اسمه الإتقان. الإتقان الفضيلة الكبرى اللي أوصت بيها كل الأديان قبل ما تتكلم عنها علوم الإدارة. إزاي؟ خلونا نكمل بعد الفاصل، والكلام المحترم ما بيخلصش على راديو 99. يا ترى ليه بنقول إن احترام قيمة العمل هو الباب الملكي للإتقان؟ لأنك لما بتحترم قيمة شغلك، العمل اللي انت بتقدمه ده، بيخلق وبينمي عندك ما يسمى بالشغف تجاه ما تعمله أو ما تفعله. لو فقدت الشغف تجاه ما تفعل، صدقني لن تحصل على أي نتيجة مرضية مهما بذلت من جهد. ده بالعكس، يمكن تبذل جهد مضاعف ومش هتوصل للنتيجة اللي انت عايزها. باختصار، قوانين الطبيعة واضحة: الفعل يرد. يعني احترمت قيمة العمل، عملك هيرد لك الاحترام. وقبل ما يبقى الرد ده بشكل مادي، صدقني هيبقى بشكل فطري، لأنك هتبقى محترف، والمحترف لا ينتظر شهادة الآخرين في عمله، هو يتقن عمله. علشان كده بنزعج جدا لما بشوف كلام بينشر اليأس والإحباط على السوشيال ميديا تحت بند الكوميديا، لكنها كوميديا سامة. الكوميديا دي بتستخف من قيمة العمل، واللي بيسلم عقله ليها بيبقى هو اللي خسر، لأنه قلل من قيمته قبل ما يقلل من قيمة العمل. خلصت حلقتنا، والكلام المحترم ما بيخلصش على الراديو 99.